إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب يوم عظيم. يا رب، أنا العبد المقر بكل ذنب، وأنت السيد المولى الغفور، فإن عاقبتني فبسوء فعلي، وإن تعفو فأنت به جدير. سبحانه سبحانه، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. كتب العزة والكرامة لمن أطاعه ولو كان عبداً حبشياً، وكتب الذل والهوان لمن عصاه ولو كان حراً قرشياً. نظرة بعين رضاه تجعل الكافر وليا، وقطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا، ولحظة من عطائه وكرمه تجعل الفقير غنيا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لهذه الأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. ما ترك شيئاً يقربنا إلى الجنة ويباعدنا عن النار إلا وأمرنا به، وما ترك شيئاً يقربنا إلى النار ويباعدنا عن الجنة إلا ونهانا عنه. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك أو مشرك. قاد سفينة العالم الحائرة المضطربة في خضم المحيط ومعترك الأمواج إلى شاطئ الله رب العالمين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم وأوردنا حوضه، واسقنا بيده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، والحقنا اللهم به في الفردوس الأعلى غير مبدلين ولا خزايا. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أحبتي في الله، أقف اليوم استكمالاً لما فتح الله علينا به في الجمعة الماضية، ألا وهو تعريف عام بدين الإسلام. نحن في هذا المجتمع نعرف الناس بالإسلام، فإن حديثنا عن الإسلام في البلاد الإسلامية والبلاد العربية يختلف كثيراً عن حديثنا عن الإسلام أو تناولنا للحديث عن الإسلام في أمريكا وبلاد الغرب، فهي ليست بلاد الإسلام. كيف نعرف الناس بالإسلام؟ قلنا جاء الإسلام لتسعد به البشرية، تسعد به في دنياها قبل آخرتها، وتسعد به في معاشها قبل معادها. واليوم نقول جاء الإسلام أيضاً لتسعد به البشرية. كيف؟ حدود الحرام وسعة الحلال. الحرام قليل في الإسلام، والحلال كثير جداً في الإسلام. حدد الله الحرام تحديداً وفتح المجال للحلال على مصراعيه، على عكس ما يظن الناس. ودي فكرة الخطبة، الناس بتقول لك الإسلام، ليه الناس لا يحبون الإسلام؟ لماذا الناس لا يدخلون في الإسلام أفواجاً كما كانوا في عهد رسول الله يدخلون أفواجاً؟ يقولون الإسلام بيحرم علينا، الإسلام بيحرم العلاقات
الغريزة ويحرم الزنا ويحرم الجيرل فريند والبوي فريند، والإسلام بيضيق علينا، خنزير حرام والربا حرام والبس كذا، الإسلام ضيق، احنا عاوزين نكون حياة كلها فري. هذا فهم خاطئ، الإسلام ليس كذلك، بالعكس ده الإسلام فتح الباب على مصراعيه، وهو حديثنا اليوم. الإسلام حدد الحرام بل وعدد الحرام وفتح المجال للحلال على مصراعيه، لكن احنا نحتاج ان احنا نقرا ليه القران. ولذلك اقول وقلت وساظل اقول لابد من قراءه جديده للقران الكريم، ان احنا نقرا القران من ثاني. يا اخوه افتح المصحف واقرا، انظر ماذا قال الله سبحانه وتعالى قبل ان تظلم الاسلام، قبل ان تفتري على الاسلام، قبل ان تتعدى على الاسلام وتذبح الاسلام. اقرا ماذا قال القران عن الاسلام وماذا قال القران عن هذا الدين العظيم. في مجال مثلاً مجال الغريزة، مجال الغريزة وإقبال الرجل على المرأة وإقبال المرأة على الرجل، ماذا فعل الإسلام؟ الإسلام أباح شيئاً يسمى الزواج، فقال الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها. يبقى الإسلام ما حرم العلاقة الزوجية أبداً، وما حرم التقاء الرجل بالمرأة، بالعكس هو يعلم، وهو الذي خلق، هو الذي خلق ويعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي ركب هذه الغريزة في الرجل وركبها كذلك في المرأة. وقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. طب والله أنا لا تكفيني زوجة واحدة، أنا الزواج حلال في الإسلام لكن الإسلام ضيق علينا، نفسي يكون عندي واحدة واثنين. قال لك فيش مشكلة خالص، وإن خفتم ألا تقصدوا في اليتامى نعمل إيه؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. مش حضرتك عندك استطاعة؟ عندك استطاعة اقتصادية وعندك استطاعة مادية من النفقة والكسوة والحياة، وعندك استطاعة بدنية من رغبة النساء، خلاص لا بروبلم، تزوج واحدة واثنتين وثلاث. بس الإسلام ضيق علي، كان نفسي ناخد واحدة من بنات بني الأصفر، واحدة أمريكية واحدة إنجليزية، ما في مشكلة، تزوج من غير المسلمات. الإسلام أبقى من غير المسلمات. يسألونك ماذا أحل لهم، اقرأ القرآن، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. طب ومن النساء وليه؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، بس بشرط يكون زواج مش صداقة مش فريند، لا زواج، إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. الإسلام أباح لك هذا، قال لك تزوج حتى واحد، والحمد لله أن الإسلام أباح. والله ده احنا عندنا تلتين الناس في امريكا كله تزوج، تزوج امريكيات وتزوج روسيات وخذ الورق وعمل السيتيزن كله عن طريق هذا. الحمد لله ان الاسلام اباح، يبقى الاسلام ما حرمش. وبعد ان يبيح لك الزواج، وبعد ان يبيح لك واحده واثنتين وثلاث، يقول لك تعالى بقى تزوجت ولا ده اللي انت عاوز كمان، عاوز زياده، كان ذلك في صدر الاسلام، اباح لك ملك اليمين من أجل تحرير الرقاب، وذلك قد انقضى عهده وانتهى سببه. بعد ذلك كله إذا نظرت إلى امرأة لا تحل لك أو نظرت المرأة إلى رجل لا يحل لها تأتي العقوبة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. طب لو تعدى في الحرام وتعدت في الحرام كده لازم تضرب ولابد أن تجلد، تستحق الجلد. هذا ليس تشدداً في الإسلام بل هو العدالة، كل العدالة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. واحد الإسلام أباح له زوجة واثنتين وثلاث وملك اليمين ومن اليهود ومن النصارى، ورح تتعدى على امرأة في الحرم، أنت تستحق الذبح وليس الجلد. يبقى الإسلام ما حرمش. أقول إن الإسلام قبل أن يحرم يوجد البديل، دي القاعدة اللي عاوزين نحفظها من الخطبة. الإسلام هو الدين الوحيد الذي يوجد البديل قبل أن يأتي بالتحريم.
كان مشايخنا يقولون لنا قديما قبل أن تهدم عشش العشوائيات ابني للناس قصورا. واحد يقول لك أنا مش عاجبني المبنى ده، طب حضرتك مش عاجبك المبنى ده قبل ما تهد المبنى احنا راضيين بيه، ابني لنا بناية غيرها. مش عاجبك بيتي اعمل لي قصر وانا اسيب المبنى الوحش ده ونسكن في القصر الجديد، لكن تهدم علي بيتي ولا توجد لي مأوى. الإسلام قبل أن يحرم الزنا أباح الزواج، الإسلام قبل أن يحرم الزنا أباح ملك اليمين، الإسلام قبل أن يحرم الزنا أباح التعدد، ثم بعد ذلك أجاء بالتحريم وقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هذه واحدة وهي مهمة جدا في تاريخ الإسلام. إحنا ساعات بعض الناس يتحدث عن الإسلام تجد كده عنده حياء، يعني بيتكلم في الإسلام ويستحي كده، يا أخي يا مالك، يقول لك والله أصل القضية في قضايا شائكة في الإسلام، يعني الأمريكان بياخدوها علينا والغرب بيمسكها علينا، مثلا زي قضية التعدد بتعمل مشكلة شوي. لا يا أخي الله يكرمك، احنا ما عندناش مرحلة اسمها مرحلة ضبابية، وما عندناش حاجة بنستحي فيها في الإسلام، ده احنا نقول بملء أفواهنا مثنى وثلاثة ورباع. اضطرت ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية عندما فقدت أكثر من 300,000 رجل من رجالها، وقيل أكثر من 1,000,000 من رجالها، اضطرت إلى إباحة التعدد، النساء يروحوا فيه، فأباحت التعدد هنا في أمريكا وفي غير أمريكا. إذا كان تركوا التعدد ففعلوا ما هو أسوأ من التعدد. أنا أقول لابد وأنت تتحدث عن الإسلام تكون على أرض صلبة، تعرف دينك كيف تتحدث عنه. ليس الإسلام متشددا، بالعكس ده الإسلام يسير جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فيسروا فيسروا فيسروا، دين سهل لكن يحتاج إلى من يفهمه. في مجال مثلا غير مجال العلاقة الزوجية، مجال المأكولات والمطعومات، الأكل والشرب، الإسلام حرم الخنزير، الإسلام حرم الميتة. ليه الموضوع ده؟ كان نفسنا نأكل. طب تعال أخو الكريم بهدوء وبأعصاب هادية، ماذا أباح لك الإسلام أن تأكل؟ قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. كل شيء، كل ما شئت يا أيها الناس. الناس لم يقل المؤمنين، لم يقل الأنبياء، بل قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم. طب بعدين قال لك كل اللي انت عاوزه، بس في حاجتين اتنين بلاش تاكلهم. ليه؟ عشان فيهم ضرر عليك. ايه هم؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، بلاش تاكل الخنزير. كل شيء بقى، هذا تشدد، هذا تعصب في الإسلام. يفتح سبحان الله العظيم، ده انا كنت حدث مع اخ متخصص في هذا المجال، الملايين المأكولات، انظر إلى الفاكهة وإلى الأسماك بأنواعها وإلى اللحوم بأنواعها وإلى التشيكن بأنواعه وإلى أنواع المأكولات وأنواع المخبوزات وأنواع ملايين أنواع من المطعومات والمشروبات، جات على الخنزير والميتة وتقول الإسلام متشدد، ثم فيها ضرر عليك. لذلك حرمها الله سبحانه وتعالى، فأباح لك الكثير وحرم عليك القليل. قبل أن يحرم الخنزير أوجد لك البديل، قال لك كل ما شئت. قبل أن يحرم عليك مثلا شرب الخمر أباح لك كل المشروبات، اشرب الماء، اشرب اللبن، اشرب العصير، اشرب كل أنواع المشروبات والفاكهة، لكن بلاش تشرب الخمر. ليه؟ لأنه حرام الخمر. طب حرام ليه؟ مش مشكلة، السبب لأن ربنا حرمه. وهذه حتة مهمة جدا، إن احنا في أمور العبادة لا تسأل كيف، في أمور يا إخوة اسمها أمور تعبدية. يعني واحد بيسألني سؤال بيقول لي لماذا حرم الله الخنزير؟ ليه ربنا حرم الخنزير؟ قلت له الله لا يسأل عما يفعل، هو ربنا سبحانه وتعالى عنده ضوابط ما يسألش لماذا. قال لي لا بس أنا عارف ليه ربنا حرم الخنزير. قلت لما؟ قال ربنا حرم الخنزير عشان الخنزير فيها بتاع اسمها دودة شرطية، والدودة الشرطية دي بتعمل للإنسان تصيبه بمرض أو تصيبه مرض الدياثة، يعني عدم الغيرة وكذا وكذا. قلت له خلاص أنا هجيب خنزير واغسله بشامبو واجيب له مسحوق غسيل جميل واجيب له صابون أمريكاني جميل جدا ومشته نسرح له ونروقه ونظبطه ونشطفه كل يوم 5 مرات، بقى حلال وحنشيل منه الدودة الشرطية دي، هل أصبح بذلك الخنزير حلالا؟ أبدا، يظل على حرمته. يعني الموضوع الخمر حرام، حرام ليه؟ عشان اللي بيشرب الخمر بيسكر وما عادش يعرف بيقول ايه. لا مش عشان كده خالص،
طب انا حنشرب خمر وندمن الخمر واحنا بنشوف ناس بيشرب الخمر ولا يسكر، اصبحت الخمر حلال؟ ابدا. اذا لماذا حرم الله الخنزير؟ لا يسأل عما يفعل هم يسألون. لماذا حرم الله الخمر؟ لا يسأل عما يفعل هم يسألون. كونك انت عرفت سبب من هذه الاسباب هو ليس كل الاسباب، فالله لا يسأل سبحانه وتعالى. يبقى ربك قبل ان يحرم الخمر اباح كل المشروبات، وقبل ان يحرم الخنزير اباح كل المأكولات، فذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. نحتاج نحن نعم ان نفهم الاسلام في قضية الملبوسات في اللبس. يقول لك الاسلام حرم علينا نحن نلبس الحرير وحرم نلبس الذهب. كان نفسي نلبس خاتم ذهب وخاتم سلوتير ونلبس كده جاكيت حرير وكرافطة حرير. يقول لك الاسلام حرم هذا، قال ذلك ممنوع. وقف النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة وأمسك في يديه قطعة من الذهب وقطعة من الحرير الخالص ورفعهما صلى الله عليه وسلم وقال هذان حرام على رجال أمتي حلال على نسائها، فمن لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. طب الإسلام ليه بيحرم علينا الذهب والحرير؟ ما هو أباح لك كل أنواع الملبوسات، البس ما شئت وعش ما شئت، لكن دول الاثنين حرام. أريد أن أقول في مجمل هذا الحديث وفي مجمل هذه الخطبة إن الإسلام لم يحرم شيئا إلا وقد أوجد البديل مكانه سبحان الله سبحانه وتعالى. فقال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم. على فكرة ده مباح في بعض الشرائع الأخرى، يعني بعض الناس الذين لا يدينون بدين ولا يعتقدون في إله يتزوج أخته يتزوج خالته يتزوج عمته يتزوج ابنته ينكح ما شاء، لكن الإسلام دين عفيف. انظر بعين العقل، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم. ممكن واحد يشتهي خالته؟ وبنات الأخي بنت أخوك وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، أمك من الرضاعة، وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم أم زوجتك، وربائبكم بنت زوجتك، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم زوجة ابنك، في واحد يتزوج زوجة ابنه، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين. إن واحد يتزوج أختين فيقطع الأرحام تكون الأخت ضرة لأختها. وفي النهاية يقول إيه؟ وأحل لكم ما وراء ذلكم. دول حرام والباقي كله حلال. إذن الإسلام حرم بعض النقاط وفتح المجال على مصراعيه للحلال، فلا تظلموا الإسلام. ينبغي ألا نظلم هذا الدين بسوء فهمنا. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله حد حدودا فلا تعتدوها. هذا الحديث حديث طيب، افهمه جيدا أخي الكريم. إن الله حد حدودا فلا تعتدوها وأمر بأشياء فافعلوها ونهى عن أشياء رحمة بكم ونهى عن أشياء فاجتنبوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. ربنا عمل حدود، حد حدودا فلا إيه؟ فلا تعتدوها، عمل ضوابط في هذا الدين. كما قلت هناك إشارات حمراء في الإسلام، هنا قف، هنا لا تتحرك، هنا لا يجتمع رجل وامرأة ولو كان يحفظها القرآن. النبي نهى عن هذا، لماذا نهى؟ لأنه يعلم. ومن الذي علمه؟ علمه الله سبحانه وتعالى، فقال لا يجلسن رجل وامرأة إلا وثالثهما الشيطان. فقام أحد الناس وقال يا رسول الله، في ناس كده بيحبوا الإيه؟ الظهور يعني، ويقول لك احنا بنعرف نتكلم برضه، ما هو الدين كله بيتكلم في الإسلام. قال يا رسول الله أرأيت إن كنت أحفظها القرآن؟ أنا جبت واحدة شاب عنده 20 سنة وفتاة عندها 17 سنة وجالسين في مكان مغلق وأنا محفظها القرآن. واحد من الناس بيحبوا يتكلموا بيحب يظهر. فقال أرأيت إن كنت أحفظها القرآن؟ فقال النبي ولو كانت هي مريم ابنة عمران. ما ينبغي هذا بتاتا. لا يجلسن رجل وامرأة إلا وثالثهما الشيطان. لا تحكم عقلك في دين الله سبحانه وتعالى، ما ينفع أبدا. ينفع في الإسلام أن نقول شيئا واحدا، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يبقى إن الله حد حدودا فلا تعتدوها
وأمر بأشياء فافعلوها، قال لك افعل حاضر يا رب، لا تفعل حاضر يا رب، ونهى عن أشياء فاجتنبوها، وسكت عن أشياء. في حاجات ربنا ما تكلمش فيها، قال لك سكت عنها ليه؟ رحمة بكم، رحمة بهذه الأمة، غير نسيان. فلا تسألوا عنها، نسميها نحن في علم الشريعة منطقة العفو الإلهية. الحاجات اللي ربنا سكت عنها منطقة العفو الإلهية، حاجات ربنا ما قالش ولا هي حرام ولا هي حلال، في حاجات ربنا سابها لنا كده. الناس يسيبوا كل شيء ويسألوا عن دي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. خلاص لم يحدد، حجوا. يقوم أحد الناس: يا رسول الله، كل عام كل سنة الحج؟ النبي يسكت ما ردش عليه. يا أخي أنت مالك كل عام ولا كل سنة؟ ما تسألش. كل عام يا رسول الله، كل عام يا رسول الله. فالنبي اغتاظ صلى الله عليه وسلم فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم. يعني أنا ما قلتش كل سنة ولا كل 10 سنين. خلاص لا تسأل. وأشد الناس عذابا من سأخذ، النبي يقول كده، أشد الناس جرما من سأل عن مسألة لم تحرم فحرمت بسبب سؤاله. إنه يسأل عن مسألة ما تكونش حرام بسبب السؤال ربنا يحرمها، كما فعل الله في بني إسرائيل تماما. قعدوا يسأل: إحنا نأكل إيه من الذبيحة؟ طب نأكل القدم الأمامية ولا الساق الخلفية؟ طب نأكل الكبد؟ طب نأكل مش عارف؟ يعني أنتوا كده؟ طب يلا تعالى بقى اقرأ في القرآن: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم. خلاه يذبح الذبيحة، ودي حلال ودي حرام، يعني ذل ما بعده ذل. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا الأمعاء أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. ده احنا لما ربنا يقول الخنزير كله حرام أسهل، لكن قوله تعالى اذبح الذبيحة، اللام اللي هو الخروف عندنا بالعربي، اللام اذبحه، تاكل حتة من هنا ودي ما تاكلهاش، واللحم اوعى تاكل ده. ايه الذل ده؟ ما انت اللي سألت. مين قال لك اسأل؟ يبقى إن الله حد حدودا فلا ايه؟ فلا تعتدوها، وأمر بأشياء فافعلوها، ونهى عن أشياء فاجتنبوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، فلا تسألوا عنها. تلكم هي منطقة العفو الإلهية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب حبيب الرحمن، فتوبوا إلى ربكم فإنه أرحم الراحمين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. وبعد، جاء الإسلام هذا الدين العظيم الذي نفخر بالانتساب إليه ونسعد أن شرفنا الله به وكنا مسلمين، وتلك نعمة ما بعدها نعمة. يمنون عليك أن أسلموا؟ قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. اوعى تقول أنا مسلم لا 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 لا، احنا مساكين، احنا مساكين، ده ربنا من علينا ان احنا اصبحنا مسلمين. لو لم يمنحك الله هذه النعمة ويمن عليك بالإسلام، كان زمانك بتسجد لصنم او تسجد لحجر او عندك من المحرمات كذا وكذا، فربك من عليك. فدائما قل: يا ربي لك الحمد على نعمة الإسلام، وكفى بالإسلام نعمة. وقف رجل على عرفات الله، أسأل الله أن يرزقني وإياكم وقوفا على عرفات الله. وقف رجل على عرفات الله يدعو، فأخذ يدعو ويبكي، فقال الناس له: ادعو ونحن نؤمن خلفك. والناس اللي راحت للحج يرون الناس في الدعوات جماعات، أحدهم يدعو والآخرون يؤمنون خلفه، فقالوا له: يا فلان ادعو، ادعو ونحن نؤمن، انت ادعي ونحن نقول أمين. فرفع الرجل يديه إلى السماء وصمت كثيرا، ثم قال دعاء واحد، قال: يا ربي لك الحمد على نعمة الإسلام، وكفى بالإسلام نعمة. لم يقل شيئا. فقال الناس: يعني أنت ما دعوت، هو هذا فقط؟
ادعو. انت مش حافظ دعاء؟ ده احنا حافظين دعاء نص ساعة. اهدنا في من هديت واعمل مش عارف الكلام النغم الموسيقي ذا. قال ما أقول إلا هذا، يا ربي لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بالإسلام نعمة. وانصرف الناس من عرفات. فلما كان العام المقبل اجتمع الناس على عرفات الله فوجدوا نفس الرجل، فقالوا يا هذا ادعو لنا، ادعي لنا. فوقف الرجل ورفع يديه إلى السماء، وقبل أن يدعو أحد الناس أمسكه من عضده، واحد مسكه من كتفه وقال له يا فلان ماذا تريد أن تقول؟ قال أدعو. قال تدعو بدعاء العام الماضي؟ قال نعم، هكذا هكذا تقول الرواية. قال بالله عليك لا تقولها، ما تقولش. قال لما؟ قال أنا ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى، منذ قلت هذا الدعاء في العام الماضي كلفنا الله نكتب ثوابها وأجرها وحسناتها لم ننتهي منها إلى اليوم. يا ربي لك الحمد على نعمة الإيه؟ الإسلام، وكفى بالإسلام نعم. الله الإسلام جميل كده؟ الإسلام جميل. يا اللي انت بتستحي تقول انا مسلم، يا اللي انت خايف، واحنا في ذكرى 9/11 خايف اللي فيه دقن بيحلق دقن واللابس جلابيه بغيرها واللابس مش عارف ايه واللي زوجته محجبه ممكن يشيل من الحجاب وماشي في منهاتن، ما تعملناش مشكله بلاش يعني الاسلام يا شيخ مش بتاع المظاهر الشكليات دي. لا ده انا اعتز، المراه المسلمه تمشي هنا تعتز باسلامها وبحجابها، تعتز بثيابها وبعفتها. بنت بتقول لي من بناتنا المسلمين انا الوحيده في السكول كله اللي لابسه الحجاب، قلت وهذا شرف، تعتزي بهذا، انت لابسه الحجاب في وسط مدرسه طويله عريضه، اعتزي بدينك، اعتزي باسلامك. هو يا اخوه كده كنا ايه سيدنا عمر قال ايه؟ كنا اذله فاعزنا الله بالاسلام. اوعى تفكر احنا لنا عزه غيره ابدا، واذا ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله. يبقى الاسلام ديننا، ده ديننا دين مجال واسع، في العلاقات الزوجيه مجال واسع، في العلاقات الأسرية مجال واسع، في الحلال واسع. أحل لكم، أحل لك، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيباته من الرزق. عارف مشكلتنا إيه؟ إن إحنا بعض الدعاء ضيق الأفق محدود النظرة، صوروا الإسلام للناس على أنه مجموعة محرمات. يقف الشيخ على المنبر هذا حرام هذا حرام هذا حرام هذا حرام. سبحانك ربنا. حتى الشيخ القرضاوي أعزه الله بالإسلام وأعز الإسلام به عامل كتاب عظيم اسمه الحلال والحرام في الإسلام. هم يتهكمون على الكتاب من يسره ويسمونه الحلال والحلال، يعني مش عاجبهم من الشيخ عمل إن الإسلام ميسر. هو الإسلام ميسر، الإسلام يسر، إحنا نعسر كيف هذا يعني؟ ويحرم ويحرم، الشباب لما يلتزم يفضل يحرم. ذكرني بطرفة كان لنا صديق قديما ونحن في صغر السن في بداية الالتزام، جلس مع أمي كل أمه ما تعمل شيء، لا حرام 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 حرام، وعنده مكتبة كبيرة مليانة كتب. فقالت المرأة العجوز بطبيعتها قالت له يا ابني هو كل الكتب دي حرام؟ ما فيش كتاب حلال؟ عندكش كتاب واحد مكتوب فيه حاجة حلال يا ابني؟ مش لاقي حاجة حلال خالص. هذا هذا هذه نظرة المرأة العجوز، هذه هذه هذا خطاب الفطرة. احنا بنخصم الفطرة، ديننا مش كده، ديننا ليس كذلك. أيها الناس أيها المؤمنون الموحدون، ديننا يحتاج إلى أن نفهمه، ديننا واسع. قبل أن يحرم أحل، انظروا كما قلنا في العلاقات الزوجية والأسرية، انظروا في المأكولات والملبوسات والمطعمات. حرم عليك إيه؟ حرم الخمر والخنزير، أباح لك كل شيء يا أخي. حرم عليك ماذا؟ الذهب والحرير، أباح لك كل شيء. حرم عليك ماذا؟ الزنا، أحل لك واحدة واثنتين وثلاث ومن اليهود ومن النصارى. ثم قال ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. إذا احنا نحتاج إلى أن نفهم هذا الدين العظيم الذي فهمه السابقون فاعتزوا به وملكوا الدنيا. وكما قلت سابقا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أرضاه في سنتين أقام العدل واعتز بالإسلام، فدخل الناس في دين الله أفواجا، بل وسار الذئب مع الغنم. كلمة سار الذئب مع الغنم هذه حقيقة وليست مجاز، يعني مش كلمة كده يعني كلمة، لا 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 لا، ده كلام حقيقي. كان الذئب في عهد عمر ابن عبد العزيز يحرس الغنم. وعلى فكرة واحد سأل سيدنا عمر قال له أنا عاوز أفهم دي مش عارف أستوعبها. ولذلك يا إخوة في حتة مهمة جدا، يقول لك ربنا عرفوه بالإيه؟ بالعقل. ده غلط، ربنا ما عرفوش بالعقل، ربنا عرفوه بالشرع بالدين. هو في أزكى من احنا الناس اللي احنا عندهم دول؟ هو في أزكى من المجتمع اللي احنا عايشين فيه ده؟ هو في أزكى من التشاينيز اللي عملوا كل حاجة وأهل اليابان عملوا كل شيء؟ لكنهم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى الله تبارك وتعالى، لأن ربنا ما يتعرفش بالعقل،
ربنا يتعرف بالشرع، لازم يجي رسول يعرف الناس. عشان كده ربنا قال وما كنا معذبين حتى نبعث ايه رسولا. لكن لو كان ربنا بيتعرف بالعقل خلاص، انت مش مسلم ليه؟ ما انت ما بعتليش للرسول يا رب، ما انت مش فيك عقل، اعرف ربنا. لا، ربنا بحاسبش بالعقل، بحاسب بالشرع، بالرسول، بالدين، بالاسلام. فواحد بيسال سيدنا عمر بيقول له انا عاوز اريد ان افهم كيف سار الذئب مع الغنم، كيف هذا؟ قال له ببساطه، سيدنا عمر كان ياخذ الشاة المريضه والهزيله والضعيفه ويذبحها بدل ما يعذبها، وليس عندهم طريقه لعلاج الشياه والغنم، ويعطيها للذئب. فالذئب كل يوم في الصباح له شاة، وفي المساء له شاة. لماذا يسرق؟ لماذا يتعدى على الغنم؟ ضمن الذئب طعامه وشرابه صباحا ومساء، فحرس الغنم. ده اللي احنا محتاجين له فعلا. لذلك يقول الناس لعمر بن عبد العزيز جزاك الله خيرا عن الاسلام، انت قدمت الاسلام الكثير. فبكى عمر وقال لا، بل قولوا جزى الله الاسلام عني خيرا، فمن انا لولا الاسلام. اختم واقول من نحن لولا الاسلام. بدينكم استعزوا، بدينكم ارفعوا هذه الرايه في هذا المجتمع، بنسائكم، باولادكم، ببناتكم، بانفسكم. كونوا بين الناس كالشامة وقولوا نحن المسلمون حقا، ونحن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لا بقولكم ولكن بفعالكم. فلا تحدثني عن الإسلام ولكن دعني أرى الإسلام فيك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا، وفقنا اللهم لما تحب وترضى، اجعل جمعنا جمعا مرحوما، واجعل افتراقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم وفقنا دائما لما تحب وترضى. اللهم ربي لنا أولادنا، اللهم ربي لنا أولادنا، اللهم استر بلاتنا واحفظ زوجاتنا واطرد الشيطان من بيننا، ووفقنا اللهم لما تحب وترضى. اللهم أعز الإسلام بنا وأعزنا بالإسلام، اللهم أعز الإسلام بنا وأعزنا بالإسلام. اللهم انصر المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انتقم من الظالمين في كل مكان، اللهم فك الحصار عن المحاصرين، واقض الدين عن المدينين، ووسع على عبادك الصالحين بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.